واقف عندك يا ابني. يعطيك العافية، أنا أجيت لحتى أشوف صديقتي. هون دار أيتام للبنات، ما بصير تفوت هيك بدون إذن. مفهوم. شو الحل؟ يعني كيف بقدر شوفها؟ أنت استنى هون وأنا بناديلا. شو اسمها صديقتك؟ دروك. آسيا؟ أنا اشتقت لك كتير. لا تواخذيني، أنا بستك، بس ما تصير معك شي مشكلة. ما بيعصبوا؟ ليش لحتى يعصبوا يعني؟ ما بعتقد رح يعصبوا. هذا المكان منيح آسيا؟ يعني عم يعاملوكن شي بطريقة سيئة؟ لا دروك، ما في هيك شي. خفت كتير لما ما قدرت شوفك، ما كنت بعرف وين انتو. شبك لا تبكي، خلص هاي انت لقيتني. لا تواخذني، ما قدرت رد على التليفون لما اتصلت فيني. لا مو مشكلة، انا متفهم وضعك وعازرك. انا مستغربة لانه اول مرة بشوفك بهالحالة. هاي دروك، انهارت الكاريزما يلي عندي مو هيك؟ لا لساتك حلو كتير. شكرا لك. ما رح تضلوا هون كتير ماشي؟ أنا بوعدك آسيا، أخوكي رح يطلع من الحبس ماشي؟ صدقيني. نحن رح نحاول نأمن محامي، اتفقنا أنا وعمر رح نترك المدرسة ونشتغل. ما عاد تروحي على المدرسة؟ أنا ما عاد أقدر شوفك؟ أنا مقهورة كتير لأنه ما بقى فيي روح على المدرسة ولا حتى على الجامعة، بس أنا مجبورة. ما عم أقدر استوعب بنوب مين وليش ممكن يساوي هيك فينا ويوقع أخي قدير بهالفخ. ما عم يخطر ببالي أي حدا يا دوروك. شو ظلمنا لحتى نتعرض لهيك إساءة؟ لك ريتني أضرب بشكلي، الله ياخذني لأرتاح. تعرفي آسيا، أنا أكتر رجال بهالدنيا جبان وواطي ماشي؟ حتى أنا مالي رجال، هي هي الحقيقة. أنا بعتذر كتير آسيا، أنا عن جد بعتذر منك. دوروك لا تخبص، ليش أنت شو إلك علاقة؟ أنت كنت جنبي دائماً، صدقني أنا كتير بحبك دوروك. وأنا كمان كتير بحبك يا أحلى بنت بالدنيا. اسمعي، إذا شي يوم صار شي، ما بعرف شي سيء، إذا انفصلنا أنا رح ضل حبك لآخر يوم بحياتي ماشي؟ أصحك تنسي هالشي آسيا. شو مناسبة هذا الكلام؟ أنا ما عم بفهم عليك ابنه. بكفي هيك يا أولاد، ما فيني اسمح لك تضل هون أكتر من دون إذن المديرة. ماشي أنا رح روح، أنا رح روح، رح ضل شوفك. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat.